السلام عليكم ورحمة الله. إذا مرحبا بكم في تمرين جديد من تمارين درس اتصال دالة إعدادية. إذا التمرين في مبرهنة القيم الوسيطية، لتكون جي دالة معرفة على إر بما يلي: جي إكس تساوي سينوس ديال إكس زائد جوج كوس إكس. سؤال ألف: أدرس اتصال دالة جي على المجال صفر بلا جوج. إذا باش ندرسو اتصال دالة جي على مجال صفر بلا جوج، عندنا الدالة جي كتساوي لنا سينوس اكس زائد جوج كوس اكس. اذا غنبينو بان الدالة سينوس اكس متصلة على صفر بلا جوج، وكذلك جوج كوس اكس. اذا لدينا الدالة سينوس اكس، حنا كنعرفو بان الدالة سينوس اكس دائما متصلة على ار. اذا متصلة على ار، إذن فهي متصلة على جميع المجالات التي توجد ضمن R، أي متصلة على صفر ب على جوج. بنفس الطريقة لدينا دالة جوج كوس إكس، هي دالة متصلة على R، إذن فهي متصلة على صفر بي على جوج. إذن دائما دالة كوس إكس والدالة سين إكس فهي دوال متصلة على R. إذن الدالة جي متصلة على صفر بي على جوج، لأنها مجموع دالتين متصلتان على المجال صفر بي على جوج. السؤال الموالي: تحقق من أن جي ديال صفر كيساوي أكبر من صفر، وجي ديال بي على جوج أصغر من بي على جوج. إذا غادي نحسبو جي ديال صفر، غادي نعوضو إكس بصفر، إذا هي سينوس صفر زائد جوج كوس ديال صفر. إذا سينوس ديال صفر هي صفر، جوج كوس ديال صفر هي واحد، إذا كتساوي لنا جوج، وطبيعة الحال هذه أكبر قطعا من صفر، إذن جي ديال صفر أكبر قطعا من صفر. الآن غادي نعوضو إكس ببي على جوج، إذن سينوس ديال بي على جوج زائد جوج كوس ديال بي على جوج. الكوس ديال بي على جوج هي صفر، سينوس ديال بي على جوج هي واحد، إذن جي ديال بي على جوج تساوي واحد. إذن هما في السؤال شنو قالوا لنا؟ بين أن جي بي على جوج أصغر من بي على جوج. إذن حنا عندنا جي ديال بي على جوج شنو كتساوي لنا؟ واحد، وحنا خصنا نبينو بأن هذه أصغر من بي على جوج. إذن حنا عندنا بي على جوج شنو هي؟ هي تقريبا هي 3.14 على جوج. إذن إلا حسبناها غتعطينا 1، وبالتالي فواحد أصغر من بي على جوج. إذن جي ديال بي على جوج أصغر من بي على جوج. سؤال جيم: أثبت أن المعادلة جي ديال إكس تساوي إكس تقبل حلا واحدا على الأقل في المجال صفر بي على جوج. إذن دائما السؤال ما كيكون تقبل حلا واحدا على الأقل، هنا كنطبقوا مبرهنة القيم الوسيطية تي في اي. إذا خصو تحقق لي جوج ديال الشروط، خصني نلقى بأن الدالة متصلة، ونلقى بأن جي ديال صفر جي ديال أولا، لأن هنا عندنا جي ديال إكس تساوي إكس. إذا أول حاجة خصني نرجعها على شكل دالة تساوي صفر، ومن بعد خصنا نلقاو هاد أش دو إكس متصلة على صفر بلا جوج، ونلقاو أش دو صفر أش دو بلا جوج صغر من صفر. إذا نضع اش ديال اكس تساوي ماذا؟ اذا هاد اكس كنديها للطرف الاول، كترجع جي دي اكس ناقص اذا جي دي اكس، اذا اش دو اكس تساوي جي ديال اكس ناقص اكس. اذا حنا خصنا نبين بان هاد الداله هادي متصله، وجي ديال صفر جي دي بي جوج اصغر من الصفر. اذا حسب السؤال الالف لدينا الدالة جي متصلة على صفر
بي على جوج. وكذلك لدينا الدالة ناقص إكس متصلة على R. لماذا؟ لأن هذه الدالة حدودية وجميع الدول الحدودية متصلة على R. إذن وبالخصوص على المجال اللي عندي به الغرض هو صفر بي على جوج. إذن جي متصلة على صفر بي على جوج. إذن هذا الشق الأول، هذا الشرط الأول لقيناه. دابا الشرط الثاني خصني نحسب اش ديال صفر و اش ديال بي على جوج. إذن اش ديال صفر هي جي ديال صفر ناقص صفر، هي جي ديال صفر، والجي ديال صفر لقيناها أكبر من الصفر. وكذلك اش ديال بي على جوج شنو كتساوي؟ كتساوي لنا جي ديال بي على جوج ناقص بي على جوج. حنا حسب السؤال ب لقينا بأن جي ديال بي على جوج أصغر من بي على جوج. إذن جي ديال بي على جوج ناقص بي على جوج، إلا حولنا بي على جوج في الطرف الأول فغيبقى لنا جي ديال بي على جوج ناقص بي على جوج أصغر من صفر. إذن هذه أصغر من صفر. إذن جي أو اش ديال صفر الى ضربناها في اش ديال بي على جوج، عندنا اش ديال صفر لقيناها موجبه و اش بي على جوج لقيناها سالبه. اذا السالب في الموجب كيعطينا سالب. اذا الشرط الثاني تحقق. النتيجه شنو هي؟ اذا حسب مبرهنات القيم الوسيطيه المعادلة اش لو اكس تساوي صفر تقبل على الأقل حلا في المجال صفر بي على جوج، أي اش لو اكس تساوي جي ديال اكس ناقص اكس، أي أن المعادلة هذه تساوي صفر. إذن جي ديال إكس تساوي إكس تقبل على الأقل حلا في المجال صفر بي على جوج.